بعثوا لي قالوا لي ما ديرش فيديو. ليه نديرش فيديو وعلى نحلل فيكم في الليلة في الليل في الليلة خاوتي والله قراها الليل واني خدام انا يا 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 اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ما ناش خارجين من الدولة تاعنا انا مانيش خارج من الدولة مزلت فيها هاونونا سيدي مانيش عارف بها اعطونا اعطوا سكنة للمسكن اخويا خلوني انا نطيش انا على بالي باللي خلاص راح تزعقوني باسكو دي جي ياسين اول واحد تضحي به هو الشرطي هو الشرطي لا هام حقروني كي رد شرطي انا هام حقروني دركي واحد ما يوقف معايا على بالك باللي واحد ما يوقف معايا وا يا بوليس خلي لي هذا بولي لا هنايا لا هاني ساكت هم صدموا لي للدار هم صحابي مع اللوسي مع المدير هذا تاع ثانوية الإمام مالك بن أنس يصدموا لي للدار وهم يزعقوا فيا ولادي أنايا قشي قالوا لي لازم تخرج الليلة كيف لازم تخرج الليل هذه مانيش فاهم هنايا ليه الليل الليل بقى ما يشوفوهمش الناس ايه نائب العام قال لهم يخرج اليوم نائب العام تاع المسيله وكيل الجمهوريه تاع سيدي عيسى دايرني في راسو كي عد بوليس قال لهم والله قا يخرج كي عاد بوليس يخرج سما تحقروني كي عد بوليس انا يا هي تحقروني كي عد بوليس انا وما وخوتاتي واهلي هي حقرتوني هي ودركي اول حاجه ديروها اول حاجه ديروها توقفوني على اخويا هذا لا 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 واحد ما عنده الحق يوقفني على الخدمه انا اللي وقفني على خدمه من المدير العام ورئيس الجمهوريه انا نقولها لكم المباشر قسما برب العزه قال المدير العام شخصيا هو اللي يبعث التوقيف تاعي دارنا هذه يا سياده المدير العام دارنا ولادي 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 راهم يخرجوا فيهم في الليله يا المدير العام راهم حقروني كي عد بوليسي راه رئيس الجمهوريه راهم حقروني كي عد شرطي راهم حقروني حقروني والله قا حقروني حقروني انا وعائلتي وين نروح انا هاني في شومبرا وحده ها شومبرا عايش فيها انا وزوج ولادي والله قا شومبرا انا وزوج ولادي ها ربعه على ربعه خويا في شومبرا وما مخلوقه واختي في شومبرا وين نروح هذرك كي تجي تهجني في الليل لا كعد بوليسة نائب العام ووكيل الجمهوريه وكيل الجمهوريه والله قرا في البيرو دركي قال لهم كون ما يخرجش علاه دار تاع الدولة هذه ماهيش داري أنا مستعرف دار تاع الدولة هذه سكن وظيفي تاع بوي ربي يرحمه كان خدام لهنا وجابنا هنا سكننا في 97 من 97 وحنا ساكنين أنا بالنا بلي ماهيش دارنا أنا على بالي بلي ماهيش دارنا تاع الدولة بصح أنا راه الدولة أنا دوك الدولة كي تخرجني وين نروح كاش ما عندي دولة واحدة أخرى نروح ليها هاي الدولة هذه تاعنا تاعنا دولة أنا بن الدولة والدولة تاعي دولة تاعي أنايا انا الدوله ما نخرجش ما نخرجش من اطار الدوله انا نحترمها واه الدوله الجزائريه ها الدوله الجزائريه ممثله ب مدير وبين بن قويدر الذهبيه بن قويدر الذهبيه هذه ما عمرها 74 عام كي راهم يهجوا فيا هكذا في الليل وعلى يعني خدام والله خدام خدام نورمالمون 19 ساعة 9 الصباح ها يا زيدو ها يا ذوك شوف العجب هذا والله خراني خدام والله ها يا زيدو خدام انا ذوك يروح نروح نخدم انايا في الكوميسار نخدم في الليل عادي نجيبوها ليله كامله وحنا حنا ندورو وراني خدام عادي ذوك يوعل ابارطاجيوه الماكسيمو انا حابو يوصل حابو يوصل هذا الفيديو بالذات يوصل للدي جي يا الدي جي راه محقروني اوقف معايا يا الدي جي يا المدير العام رئيس الجمهورية سيادة رئيس الجمهورية المحترم سيادة رئيس الجمهورية المحترم عبد المجيد تبون أب الجزائريين كامل راك أب الجزائريين كامل تقولتها قلت أنا راني أب الجزائريين كامل أنا بوي ميت أنا بوي ميت أخويا وما لحقتش بها ندير لهم دار مانيش لاحق أي عطاو مانيش لاحق مانيش لاحق أودي أنا مانيش لاحق بها ندير لهم دار هاي راه الامر في يدك بارطاجيوه الماكسيم يرحم والديكم بارطاجيوه الما حابو يوصل حابو يوصل 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 وصلوه 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 ما تخليهمش يحقروني والله ما حقرت واحد في حياتي بلا توني ولا بلا لا توني والله ما حقرت واحد في حياتي
كي عدنا بسطاء برك، كي عدنا بسطاء هذا ما كان، على بالهم بلي بوليسي ما يدير والو، علاه ما ندير والو، نسكت نتفرج، نتفرج كيفاه ما تتهان، هاي ما هي تتهان، ها ولا قايد ما هي تتهان في الليل، هاي هاي ما هاي ما تتهان في الليل، ما هاي تتهان في الليل، ها في الليل هم يهينوا فيا أنايا، ويهينوا فيا فما، ويهينوا فيا فما. هاي تتهان واعلى عيب والله قا عيب ها ها هاي 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 ما شوف شو راهم دايرين شوف قال لك لازم تخرج لازم تخرج اليوم لازم لازم تخرج اليوم كيف لازم نخرج اليوم هذه كيف خرج اليوم هذه هذه هذا قاش كيفاه العباد هادو ها ها كيف خرجوا في اليوم اليوم كيفاه فهمونا الحقونا الحقونا عيطت الصباح الكاس كارون تويت صباح جويلة 12 عيطت الكنز كارون تويت انا شرطي راني رحت رحت اللي يسموه الخطره اللي فات رحت رئيس امن ولايه مسيله عاوني هضر لي مع الوالي وعاوني حق تاع ربي من المسؤول تاعي اللي هنا العميد اول شرط عيسى بشليل والله خا يجري عليا بالحفه والله قا بالحفه يجري علي والله 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 قال مخلوق مانيش عارف شوف يدير بوسيبل به انا ما نتلحقش بصح امر فوق النائب العام والوكيل الجمهوريه قالوا له قسما بالله قا يخرج يخرج مادام واش يدير انا واش ندير وين نروح راكم تضطروا فيا الواحد الامر مانيش حاب نوصل ليه انا قلت لكم من غير الديجي ديجي برك الديجي ورئيس الجمهوريه هما اللي قرروا الفصل تاعي زعما يجي من امن الولايه ولا كوميسيو ما نقبلوش انا ما نقبلوش ما نقبلوش الديجي شخصيا يتفرج الفيديو لقاني كاش ما غلطت ولا سبيت الدوله تاعي الدوله تاعي انا نحترمها نحترمها بصح راني لاجئ ليها درك هاني في الشمبره تاعي هم برا هم برا راهي لهنا هم راهي لهنا الحقونا الحقونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة سول في ولاية تيرت بالجزائر نتكلم نتكلم تضامنا مع هذا الشرطي في ولاية مسيلة الشرق الجزائري نعم هذا شرطي وهذه كمو اللي من هيه 74 سنة 74 سنة قالهم النائب العام انت على المسيلة قالهم يخرج اليوم وكيل الجمهورية قال لهم يخرج اليوم وفي الليل ما ندير لكم فيديو تسموها إذن من 97 97 ثلاثة 26 عام وهم يسكنوا في هذيك السكنة نتاع الدولة يعني وظيفية 26 عام كاع ما قالوا لهم شو خرجوا كيما تبيهم قالوا لهذيك العزوج خرجي 74 عام وتخرج في الليل وقالوا للبوليس هذا ضرك ضربك بقى ندير لكم الفيديو تسمعوه على غير شويه وخليكم تسمعوه قالوا له ما تهدرش ما تديرش فيديو ولكن قعدت امه واخته واخوه هو الكبير في الدار بوليس هو الكبير في الدار هما نعرف لا خرجهم ولا لا قالنا راه كاين الويسي حاضر وجماعة من البوليسية صحابه حاضرين وكا
كانوا يخرجوا فيه في الليل. إذن نقول زوج كلمات، والله والله ثلاث خطرات كي شفت الفيديو هذه عندك يا اخي خو عينيا، ما كنتش نستنى بلي اللي حامين البلاد هما البوليسية، اللي حامين البلاد نقيسهم برا. نعم يا السيد مدير الأمن الوطني دي جي اس ان، اللي حامين البلاد يتقاسوا برا في الليل. انا اللي قاطني كيف هذا اللي يحكم في المسيله يقول لهم قيسوه، قيسوا له قواطه وقيسوا له مو قيسوا له خاوته وقيسوا برا في الليل. وين يروح وين يدير؟ راه قاعد يبكي، راه يبكي لنا يخبر فينا هذا مكان قاضنا الحال. وين يروح؟ على خاطر رجال الشرطة هم حاميين البلاد، صح نطبق القانون نطبق العدالة نخرجهم نعطيهم سكنة ونخرجهم، يستاهل سكنة نعطيهم السكنة نخرجوا فيها. قال هذه السكن هنا وخرج من سكنت اللي راه طالباتك العداله باه تخرج منها، على خاطر احترام الوظيفه بوليس شرطي واحترام عائلته. اذا نكمل هذه الكلمات وندير لكم فيديو نتاع السيد، ندير لكم في الاول ونديها لكم في الآخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعثوا لي قالوا لي ما ديرش فيديو، ليه نديرش فيديو وعلى نحلل فيكم في الليلة، في الليل في الليلة خاوتي، والله قراها الليل واني خدام انا يا 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 إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماناش خارجين من الدولة تاعنا، يعني أنا مانيش خارج من الدولة تاعنا، مازلت فيها تاعنا. عاونونا سيدي مانيش عارف باه، أعطونا أعطوا سكنة لمو سكنة خويا، خلوني أنا نطيش، أنا على بالي بلي خلاص راح تزعقوني، باسكو دي جي اس ان أول واحد تضحي به هو هو الشرطي، هو الشرطي. لا هام حقروني كي رحت شرطي أنايا، هام حقروني، دركي واحد ما يوقف معايا، على بالك بلي واحد ما يوقف معايا وا، يا بوليس خلي لي هذا، بولي لا أنايا لا. هاني ساكت، هم صدموا لي للدار، هم صحابي مع اللوسي مع المدير هذا تاع ثانوية الإمام مالك بن أنس، صدموا لي للدار وهم يزعقوا فيا، ولادي أنايا قشي، قالوا لي لازم تخرج الليلة، كيفاه لازم تخرج الليل هذي؟ مانيش فاهم أنايا، ليه الليل؟ الليل باه ما يشوفوهمش الناس، إيه. نائب العام قال لهم يخرج اليوم، نائب العام تاع المسيله، وكيل الجمهوريه تاع سيدي عيسى دايرني في راسو كي عد بوليس، قال لهم والله قا يخرج، كي عاد بوليس يخرج، سما تحقروني كي عد بوليسي انايا، هي تحقروني كي عد بوليسي انا وما وخوتاتي واهلي، هي حقرتوني هي، ودركي اول حاجه ديروها، اول حاجه ديروها توقفوني على اخويا هذا، لا لا، لا، واحد ما عنده الحق يوقفني على الخدمه. انا اللي وقفني على خدمه من المدير العام ورئيس الجمهوريه، انا نقولها لكم المباشر قسما برب العزه، قال المدير العام شخصيا هو اللي بعث التوقيف تاعي، دارنا هذه يا سياده المدير العام، دارنا ولادي 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 راهم يخرجوا فيهم في الليله، يا المدير العام راهم حقروني كي عد بوليسي، رئيس الجمهوريه راهم حقروني كي عد شرطي راهم حقروني، حقروني والله قا حقروني، حقروني انا وعائلتي، وين نروح انا؟ هاني في شومبرا وحده، ها شومبرا عايش فيها انا وزوج ولادي، والله قا شومبرا،
انا وزوج ولادي ها رابع على رابع، خويا في شومبرا وما مخلوقه واختي في شومبرا، وين نروحو درك كي تجي تهجني في الليل؟ لا كعد بوليسة نائب العام ووكيل الجمهورية، وكيل الجمهورية والله قرا في البيرو دركي قال لهم كون ما يخرجش. علاه دار تاع الدولة هذه ماهيش داري، أنا مستعرف دار تاع الدولة هذه، سكن وظيفي تاع بوي ربي يرحمه كان خدام لهنا وجابنا هنا سكننا في 97، من 97 وحنا ساكنين. أنا بالنا بلي ماهيش دارنا، أنا على بالي بلي ماهيش دارنا تاع الدولة، بصح أنا راه الدولة أنا دوك الدولة كي تخرجني وين نروح؟ كاش ما عندي دولة واحدة أخرى نروح ليها؟ هاي الدولة هذي تاعنا تاعنا، دولة أنا بن الدولة والدولة تاعي، دولة تاعي أنايا، أنا الدولة ما نخرجش ما نخرجش من إطار الدولة أنايا، نحترم ها، واه، واه، الدولة الجزائرية ها، الدولة الجزائرية ممثلة ب مدير طب وبين بن قويدر الذهبية، بن قويدر الذهبية هذي ما، عمرها 74 عام، كي راهم يهجوا فيا هكذا في الليل، وعلا، أنا خدام والله خدام. خدام نورمالمون 19 ساعة 9 الصباح. ها يا زيدو، ها يا دوك شوف العجب هذا، والله خراني خدام والله، ها يا زيدو. خدام أنا دوك نروح نخدم أنايا في الكوميسار، نخدم في الليل عادي، نجيبوها ليلة كاملة وحنا ندورو وراني خدام عادي. دوك يوعل. ابارطاجيوه الماكسيمو، انا حابو يوصل حابو يوصل هذا الفيديو بالذات يوصل للدي جي، يا الدي جي راه بحقروني اوقف معايا يا الدي جي، يا المدير العام رئيس الجمهوريه سياده رئيس الجمهوريه المحترم، سياده رئيس الجمهوريه المحترم عبد المجيد تبون، اب الجزائريين كامل، راك اب الجزائريين كامل، تا قلتها قلت انا راني اب الجزائريين كامل، انا بوي ميت، انا بوي ميت اخويا وما لحقتش باه ندير لهم دار، مانيش لاحق اي عطاو، مانيش لاحق اودي، انا مانيش لاحق باه ندير لهم دار، هاي راه الامر في يدك، بارطاجيوه الماكسيم يرحم والديكم، بارطاجيوه الماكسيم، حابو يوصل وصلوه، ما تخليهمش يحقروني، والله ما حقرت واحد في حياتي، بلا توني ولا بلا لا توني، والله ما حقرت واحد في حياتي. ياك عدنا بسطاء برك، كي عدنا بسطاء هذا مكان، على بالهم بلي بوليسي ما يدير والو، علاه ما ندير والو؟ نسكت نتفرج كيفاه ما تتهان، هاي ما هاي تتهان، ها ولا قاعد ما هاي تتهان في الليل، هاي تتهان في الليل، ها في الليل هم يهينوا فيا أنايا ويهينوا فيا فما، ويهينوا فيا فما، هاي تتهان واعلى. عيب والله قا عيب، هاي ما شوف شنو راهم دايرين، شوف قال لك لازم تخرج اليوم، كيف لازم نخرج اليوم؟ هذه كيف خرج اليوم؟ هذه هذا القش كيفاه العباد هادو ها كيف خرجوا في اليوم كيفاه فهمونا، الحقونا عيطت الصباح الكاس 40 تويت صباح شوية 12 عيطت 15 40 تويت انا شرطي، راني رحت لسمو الخطره اللي فات، رحت لرئيس امن ولايه مسيره عاوني هضر لي مع الوالي وعاوني حق تاع ربي، من المسؤول تاعي اللي هنا العميد اول شرط عيسى بشليل، والله خا يجري عليا بالحفه، والله قا بالحفه يجري علي، والله قال مخلوق مانيش عارف، شوف يدير بوسيبل به انا ما نتلحقش، بصح امر فوق النائب العام والوكيل الجمهوريه قالوا له قسما بالله قا يخرج مادام واش يدير، انا واش ندير وين نروح؟ راكم تضطروا فيا الواحد الامر مانيش حاب نوصل ليه، انا قلت لكم من غير الديجي ورئيس الجمهوريه هما اللي قرروا الفصل تاعي، زعما يجي من امن الولايه ولا كوميسيو ما نقبلوش، الديجي شخصيا يتفرج الفيديو لقاني كاش ما غلطت ولا سبيت الدوله تاعي انا نحترمها بصح راني لاجئ ليها درك، راني في الشمبره تاعي، هم برا راهي لهنا، الحقونا.